احنا عايزين نعرف انت بتعمل كده ليه. هنلاقيه بيقول وصوم ليه؟ يبقى اذن ده جاهل فرضية الصيام. ولما انا بصوم او ما صومش انا عندي شفافية، فعايز الناس كلها تعرف انها مش صايم، يبقى اذن هذا بيجاهر بالمعصية ويعتقد ان الشفافية في هذا الموقف وهو المجاهرة بالمعصية لا اثم عليها وانها جائزة. لا. فلازم نعلمه ونقول له نمرة واحد، لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى موقف التعليم هنا هيأتي من الأول، إنه على فكرة الصيام ده فرض، وفرض على كل مسلم ومسلمة يكون في حد القدرة، ولا يباح إلا للمريض، وبما فيه المريض كبير السن والهرم، لأنه نفس جسمه مش قادر يمتنع عن الأدوية ويمتنع عن الأكل ويمتنع عن كذا. والسفر كرخصة من الرخص، ونعلمه بقى. يبقى ده الموقف معاه مش الإحالة إلى العلاج النفسي، بل إلى تصحيح المفاهيم عن طريق التعليم. نمرة واحد، الصيام فرض.